يعاني العديد من سكان محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي شنت عليها والتي زادت الأمر سوءا من تلك الأمراض المزمنة والفتاكة والتي على رأسها السرطان، هذا المرض الخبيث الذي يصيب دون أدنى رحمة الصغار والكبار، فيجعل الأطفال والنساء والرجال يصحون وينامون على فراش هذا المرض الخبيث، حيث يقوم السرطان بغزو الخلايا والأنسجة والانتشار بطريقة لا يمكن التحكم بها. أطفال في مقتبل العمر وفي عمر الزهور تبدو على ملامحهم البراءة الواضحة التي شوهها هذا المرض الخبيث الذي لا يفرق بين صغير وكبير ولا يرسل تنبيه أو صفارة إنذار لصاحبها قبل قدومه. مرضى يواجهون كل يوم شبحي المرض والفقر لوحدهم، وبينما ينهش هذا المرض الخبيث تتفاقم معاناتهم وهم يواجهون الأمرين، بداية برحلة العلاج التي تتطلب قطع مئات الكيلومترات لمن هم خارج محافظة عدن. والأمر الآخر والمؤلم لدى هؤلاء المرضى هي تلك المبالغ المالية والمهمة في توفير العلاج الكيماوي والتي تصل إلى مئات الآلاف من الريالات وأحيانا تتجاوزها إلى الملايين. مرض السرطان هو المرض الذي يتعامل معه مسؤول الصحة والمشرفون على عملية الكشف الطبي بكثير من الحيطة والحذر، لأن هؤلاء المسؤولون هم الذين يملكون الإجابة على ذلك السؤال الذي يؤرق ويقلق عائلات الأطفال والنساء والرجال المصابين بالسرطان، وهو: ماذا بعد الكشف الطبي واكتشاف الإصابة بالسرطان؟ هذا السؤال والذي تأتي إجابته واضحة وموحدة لدى الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وبعض تلك الجهات الصحية، هذه الإجابة التي تكون بالانصراف بعيدا عن تلك الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بالسرطان والتي يتم تركها تواجه مصيرها المحتوم ما لم تكن تلك الحالات تملك المبالغ الضرورية الكافية من أجل رحلة العلاج الطويلة والتي تبدأ بالجرعات الكيماوية، هذه الجرعات التي لا تنتهي إلا بأحد الأمرين قد كتبه الله عز وجل على تلك الحالات: الشفاء أو الموت. لحظة ترقب ونظرة ألم، والتعب بدأ يرسم ملامحه على وجه نبيل ابن 13 عاما، رغم قصر مدة إصابته بهذا الداء إلا أنه استطاع في فترة وجيزة أن يدمر بعض وظائف جسمه من خلال انتشاره في مختلف أنحاء جسده. بداية مرض نبيل مثل ما يحكيها لنا والديه، هذا الفتى الذي كان شعلة من الحماس وذكاء يميزه عن بقية أقرنائه، ولكن في يوم من الأيام بدأت تظهر عليه أعراض الخمول وحمى عادية مع ظهور ورم أسفل الرأس والتي استوطنت على يمين الرقبة. في البداية ظنوا أنها مجرد نكسة وسيتماثل للشفاء، ولكن هذا الورم بدأ يتزايد يوما بعد يوم، مقللا فرصة نجاة نبيل في الاستمرار في حياته بشكل طبيعي، مما اضطر بوالديه الذهاب به إلى الأطباء وعمل كل ما يلزم من تحاليل وفحوصات، ليتضح بعدها أن نبيل مصاب بورم في الغدد اللمفاوية، لتنطلق رحلة المعاناة لهذه الأسرة. إصابة نبيل كان وقعه كصاعقة على والديه الذي تحولت حياتهم إلى جحيم، خاصة وأن والده لا يمتلك مصدر دخل ثابت يعينه على تكاليف علاج ابنه نبيل، لأنه بفضل تعاون الكادر الطبي والأخصائيين النفسيين استطاع الوالد صخر اجتياز الصدمة والبدء في علاج ابنه. ومع هذا التقدم كانت شمس الأمل تشرق في حياة أهل الطفل الصغير، لتتراجع نسبيا حالته رغم انعدام الدعم من أجهزة ودواء الكفيلة بإعادة حياة طفل قد يكون للوطن سندا وبناء وتنمية وإعمار. بالنسبة للمريض نبيل سخ نبيل، عمره 13 سنة، من محافظة عدن، من مدينة دار سعد. المريض أتى لمركز وطني لعلاج الأورام في تاريخ 13 مارس 2017،
كان يشتكي من عنده ورم في الرقبة، ما عنده خمول في العصب السابع. بعد الفحوصات وإجراء العملية له تبين أنه عنده ورم في الغدة الليمفاوية. للأسف هذا الورم بعض الأشعة المقطعية تضح أنه منتشر إلى الدماغ والكليتين. بدأ المريض بأخذ العلاج الكيماوي له فترة حق شهر. بعد جرعتين من العلاج الكيماوي بعد ما عمل له الإجراء الكشافة المقطعية والفحوصات بين أنه في شوي استجابة للعلاج الكيماوي، نقص الورم من الكليتين، بس مكانه أنه المريض يعاني من الكتل الورمية اللي في الدماغ واللي منتشر في النخاع نظام العظم. الآن حالة المريض مستقرة لحد الآن، هو يأخذ كيماوي ويسوي استعمال كيماوي مدة 3 سنوات إن شاء الله تعالى. ناشط عن طريق قناة عدن الفضائية، الجهة المعنية تكون عند حسن المسؤولية، تتحمل المسؤولية الكاملة، وكمان نطالب من منظمة المجتمع المدني أن تنظر بعين الرأفة وتمد أيدها البيضاء لهذه المرضى المصابين بالمرض، حيث أنه العلاج الكيماوي للأسف غير متوفر. كمان المريض بيسوي العلاج الكيماوي وكمان بسبب المرض هذا يحصل له مضاعفات بما فيها النزيف، يحتاج الى نقل سوائل دمويه وهي مكلفه جدا. نناقش انه يكون في عندنا نقل يعني بنك دم يعمل 24 ساعه حتى نتفادى الحالات الخطيره اللي تؤدي الى الوفاه. 80% من مرضى الاورام اللي توافوا في مركز الاوطان لعدن من المحافظات الاخرى، من 80% من الضالع، من لحج، من يافع، من أبيان، من حضرموت، من تعز، من شوة. المريض لما يجي هو أهله للأسف ما عندهمش مأوى داخل عدن، يضطروا إنه يتكبدوا تكاليف السكن. نناشد ببناء مسكن مأوى للحالات اللي تجي من الأرياف للتخفيف من عدد المرضى إن شاء الله تعالى. والله المرض اكتشفناه الآن قبل شهرين يعني محددا، ما كناش متوقعين يعني هذا. كانت غدة عادي، غدة درقية، وعملنا مستوصف ريدان عملية طبعا خاص وهذا خصوصي وهذا، وفحصنا وبعد اسبوع شفنا المرض وتوجهنا للمستشفى الصداقة التعليمي عند الدكتورة سعاد. يعني ما شاء الله يعني الإمكانية شحيحة في المستشفى وهذا، بس والله أن أكثر في المستشفى دي أن جهود فردية تقوم بها الطاقم نفسه شحيح، من قلة يعني تمريض أو قلة دواء أو قلة هنا الدواء بعض الأحيان ناخذه من الفاعلين الخير تمام عن طريق الدكتورة نفسها أو الصيدليات المباشرة، وإنما نطالب الحكومة بتوفير على الأقل أبسط الحقوق للمواطن عشان نتوجه للمرض زي هكذا. المرض يحتاج لدعم مادي، خصوصا يعني ولدي يعني في الحالة دي ضروري اهتمامها على الأقل من الدولة، أبسط الحقوق من الدولة. بس الآن ما شاء الله سنة سادس نبيل الحمد لله، سادس ابتدائي ما شاء الله مجتهد، وكان رياضي ما شاء الله، يلعب كومباز ما شاء الله، لكن الوضع نفسه خلاه هكذا. يعني وأشكر يعني والله في يعني شخص نشكره كذا شكر، يعني إنه واحد يعني ما نقدرش ابدا عين يعني نقاسي على يعني معاملته. طبعا الدكتوره سعاد هي والله يعني ملكه الرحمه كما يقول، سبحان الله على كثر الامراض وعلى كثر الضغط اللي عليها يعني تقوم في واجبها وزياده والله العظيم. يعني ممكن تصلبها في الليل، ممكن تصلبها انسانه يعني تعجز اللسان عن وصفها. والله لما اكتشفنا حاله نبيل طبعا صدمنا او صعقنا يعني من الوضع نفسه، لان ما كناش متوقعين، لان ما شاء الله شاطر رياضي يعني، بس كل شيء من الله. بدات المرض مع الحاله نبيل، بدات حمى عاديه وهذه الغده الدرقيه بدات صغيره. اول ما قدمناها للدكتور محمود اكتشف الحالة وهذا، وأعطانا احنا مضاد حيوي عادي، قال يمكن ان تروح ما فيش اي حاجة منها خوف. وقرد لنا اسبوع استعملنا الدواء انه ما فيش اي فايدة، حاولنا رجعنا ثاني مرة استشارة عنده ثاني مرة
وطلب من هنا استأصل الغدة هذه لأنها بدأت تكبر وتأثر على مفاصله. من هناك بدأنا عملنا غدة عادية، طلبونا هنا بعد العملية أن نعمل فحص زراعي للغدة الدرقية. أول ما طلع هذا طلع سرطان، وطلبونا هنا أن نتعالج وهذا، وبدأنا نتعالج عند المستشفى الصداقة التعليمي. فكرنا نحن نروح لمركز الأمل اللي في الفريقة، بس عرفنا أنه المركز هذا ما يستوعبش الأطفال، الحالات الكبيرة بس وهذا. فلقينا المستشفى الصداقة التعليمي، عرفنا أنه هو الوحيد اللي يقبل جميع الحالات مع الإمكانيات الشحيحة، مع الطاقم أنا الطبي والتمريض الشحيح. هيلو 4 قرع في الأسبوع، تمام، اللي قررت الدكتورة سعاد، وهي تبع القرعة هذه تبع فعل الخير طبعا، وإن كان انقطع فعل الخير ينقطع عليها القرعة كامل، ويتكلف، وسألنا عليها أنها تكلف هذا 17,000 ريال القرعة الواحدة، القرعة الواحدة في اليوم الواحد تكلف 17,000. محتاج في الأسبوع 4 قرع في الأسبوع. عندي الحمد لله متزوج، عندي ولدين، هو نبيل هذا أكبر واحد، وعندي أحمد هو هذا الأصغر، بس والله كلهم في ريدة إكبادي والله، وأنه مرضه هذا والله على زاد لنا قوة وزاد لنا صبر، وعرفنا الله كل شيء اللي يجي من الله تمام. تظل العبرات محبوسة في صدر أم نبيل التي تحاول جاهدة إخفاء حزنها حتى لا تؤثر على نفسية ابنها، ولكن العيون لا تعرف سوى لغة الدموع. نبيل ما شاء الله كان ولد نشيط، ولد شاطر، كل الدكاترة يعني يمدحوا فيه، إلى أن لاحظت عنه قبل فترة ظهور غدة كده بسيطة في رقبته، كانت صغيرة، لاحظ أنها بدأت تكبر كده حبة حبة، وسألته هل تألمك يا نبيل؟ يقول لي لا، طبعا ما تألموش، عبارة عن غدة بسيطة. فلاحظ مع الوقت أنها بدأت تكبر، ما أدى إلى قلقنا، طبعا عرضناه على الجراح دكتور محمود، فنصحنا بداية استعمال مضاد حيوي لمدة 1 أسبوع، واستعمل المضاد الحيوي وما كانش طلع نتيجة بالخالص، فنصحنا باستئصال أو أخذ عينة عشان يتأكد يعني من نوعية المرض اللي عند نبيل. فاستأصلنا الغدة كما هو واضح يعني عنده، واتضح أنه المرض بعد 1 أسبوع. أنا لاحظت طبعا على نبيل في البداية كانت عبارة عن غدة بسيطة، لما أكلمه لما ينظر لي كده ألاحظ أنه حاجة بسيطة فيه، فأخبرت والده طبعا بالموضوع، قلقنا شوية طبعا وعرضنا طبعا على الدكاترة. طبعا في البداية كانت صدمة كبيرة، ما كنتش متوقعها لا أنا ولا أبوه، يعني انصدمت طبعا أغمى عليا طبعا أول ما عرفت النتيجة. فنصحنا الدكتور بإعادة الفحص، وأنا كمان أصريت أني أعيد الفحص لأني ما كنتش مصدقة خالص، أنه ولد نشيط في قمة نشاطه ورياضي ومحبوب من الجميع يسقط كده فجأة. عدنا الفحص مرتين وتأكدنا من المرض. طبعا بعد ما عرفنا بالمرض، هذا الشيء طبعا من الله، توجهنا إلى مركز الصداقة. طبعا الدكاترة يقوموا باللي عليهم هنا، وشاكرين لجهودهم برغم شحة الإمكانيات اللي عندهم، برغم قلة الكادر اللي هنا، لأنه يعني في موظفتين أو ممرضتين بالأقسام دي كله، يعني ما تلحقش إن تقوم بشغله هنا أو هنا أو هنا. كل الأطفال الصباح يقوم محتاجين إلى قرعة على طول في نفس الوقت، فما يقدروش يقوموا بالعمل على أكمل وجه. بالنسبة لي يعني وأبوه، لما نجي نحن نبيل يحتاج إلى تقريبا في الأسبوع 4 مرات الحضور إلى مستشفى، فيما يعطلني عن عملي أنا، ويعطل أبوه أيضا عن شغله، بس نحن نحاول نتبادل الأدوار، يعني في حالة أنه يروح شغله الصباح أنا أجلس بجانب نبيل عشان يأخذ القرعة، والعصر أني أروح إلى العيادة وهو يكون بجانب ابنه. من ناحية الأدوية طبعا شحيحة مش موجودة إلا إذا طبعا بوجود فاعلين خير، إذا ما كانوش موجودين فاعلين الخير ما كناش بنحصل على القرعات بهذه السهولة طبعا. وطبعا بصفتي أم لأحد المرضى
طبعا كل أم ولدها يكون غالي عليها وفردت كبدها. أتمنى من فاعلين الخير بناسبة هذا الشهر الكريم أن ينظروا بعين الرأفة والرحمة طبعا إلى هذا القسم، خاصة القسم الأورام الأطفال، وأنهم محتاجين لأقصى دعم صراحة، لأن الأدوية شحيحة والكادر أيضا الوظيفي شحيح. طبعا حلمي أن كل طفل إن شاء الله يشفى ويكبر ويحاول يحقق حلمه اللي يحلم به. من أهم أسباب السرطانات هو أنه يعني تفاعل جسم الإنسان مع محيطه، يعني من مختلف الأسباب المختلفة. مثلا هناك في أسباب يسموها أسباب المادية، وهناك الأسباب الكيميائية، وهناك أسباب ما يسموها الأسباب البيولوجية. إذا دخلنا في موضوع الأسباب المادية للسرطان، فيدخل فيها مثلا الأشعة المؤينة، وأيضا التعرض لأشعة الشمس والشعاب فوق البنفسجية كما يسمى، هذه لها علاقة برضو بظهور الإصابة بالسرطان. بالنسبة للأسباب الكيميائية، هناك ما يسمى بالملوثات، وأهمها فيما يتعلق بالإنسان بشكل مباشر الملوثات الغذائية أو ما يسموها بالفلاتوكسين، وأيضا بالملوثات المتعلقة بمياه الشرب. طبعا في هناك حاجة اسمها، لو تذكرون تو، كان زمان يستخدمون الناس، اسمها الاسبستو. هذه مواد كيميائية مثل الاسبستو برضو كمان بتساهم في ظهور ولسبب هذا المرض. هناك سبب مهم جدا للسرطان هو السبب البيولوجي، يعني هناك احيانا في محفزات بيولوجية متعلقة بالمسببات للأمراض. يعني مثلا هناك فيروسات وبكتيريا ويعني طفيليات وفطريات، هذه المكونات اللي احنا بنسميها طبيا بيولوجية، عندما تصيب الإنسان مثلا على سبيل المثال للحصر موضوع مثلا التهاب الكبد البائي، هذا سببه فيروس أصلا. هذا الفيروس ممكن مع الزمن ممكن يصل إلى أنه يتحور هذا المرض الفيروسي إلى سرطان الكبد، بدل ما يعني عوضا عن أنه كان يوم ما من الأيام التهاب كبد بائي، يصبح في المستقبل على المدى البعيد ممكن يتحول إلى سرطان. يعني برضو بمعنى مختصر أنه المسببات الأمراض المختلفة ممكن تساهم في نشوء هذه المرض السرطان. هناك أشياء مهمة جدا يجب أن الناس يدركها فيما يتعلق باحتمالات الإصابة بالسرطان، منها يعني احنا بنسميها عوامل الخطورة. عوامل الخطورة هذه كلما يتعرض الإنسان بشكل دائم ومستمر وفي ديمومة على مدى طويل وعلى مدى بعيد، هنا تكون نسب واحتمالات الإصابة بالسرطان تكون كبيرة. مثلا الاستخدام أو التناول أو اللجوء للعادة السيئة، مثلا التدخين بمختلف أنواعه طبعا المعروفة في اليمن وغير اليمن، من الدخان والشيشة والمذاعة وما إلى ذلك. الكحول برضو يعتبر من عوامل خطورة. التعرض لأشعة الشمس خصوصا في وقت الظهيرة. التعرض لبعض الكيماويات مثل البنزين، المواد الكيماوية، وهذا له علاقة بالجوانب المهنية اللي يفترض الناس يكون لهم عندهم فكرة ومعلومة حول الوقاية من هذه المسببات. طبعا من ضمن عوامل الخطورة والمهمة جدا في نشوء السرطانات، انه يعني خلينا اقول لك عدم يعني عدم العيش في ظروف حياة او نمط حياة طبي وسليم. يعني مثلا الانسان لا يمارس الرياضة، يتناول أغذية سيئة المنشأ، ويعتمد في تغذية على المعلبات وعلى المواد اللي فيها الرش الكيميائي مثل القات مثلا على سبيل الحصر للتفصيل يعني. فهذه طبعا كمان بتساعد على انه الانسان عدم اللجوء للرياضه، عدم وجود نمط حياه سليم، السمنه المفرطه، التغذيه بشكل غير صحي. في نقطه مهمه جدا بالسرطانات هي انه، وهي تعتبر برضه من الحمايه، انه الانسان لا يتناول كميات كافيه من الخضار والفواكه. اهميه الخضار والفواكه مهمه جدا في الوقايه من السرطان. طبعا بعد الحدث الأخيرة، الآن المركز بحاجة ماسة للعلاجات الكيماوية، يعني 80% من العلاجات الكيماوية غير متوفرة في المركز، والمريض يخضع يعني زي ما نقول في بعض الجمعيات الخيرية تساعد المرضى يعني بنسبة 30% في شراء العلاج الكيماوي اللي غير متوفر عندنا في المركز.
الموضوع التالي اللي يعانيه المريض مش بس العلاج الكيماوي، كمان العلاج الإشعاعي. الآن معظم المرضى يعني يحتاج المريض علاج كيماوي، وفي نفس اللحظة بعد ما يخلص الكيماوي يحتاج إلى إشعاعي، أو علاج كيماوي وإشعاعي في نفس اللحظة. برضو العلاج الإشعاعي عندنا ما فيش صفر، يعني المريض لا هنا في عدن مش موجود العلاج الإشعاعي، وكانوا بدأوا قالوا بينشوا وحدة النووي على أساس، لكن إلى الآن كل المشاريع جمدت. المريض اضطر يطلع إلى صنعاء ويعاني بصنعاء سكن إقامة ومش عارف إيش ومشاكل. نحن الموضوعين هادونا اللي هو العلاج سواء كان الكيماوي أو الإشعاعي نطالب به بتوفيره في محافظة عدن. ليش؟ لأن المريض زي ما قلتوا يعاني، ومحافظة عدن تغطي معظم المحافظات الجنوبية، عدن، لاحق، أبيان، حتى شبوة وحضرموت. مرضى يقول أنا من شبوة وحضرموت يثقوا بالعلاج حق المركز الوطني في عدن أكثر من المركز الوطني اللي عندهم في حضرموت. أكثر الحالات لو تجي تشوف الإحصائيات حالات كثيرة تجي لنا من شبوة ومن حضرموت يتعالجوا داخل محافظة عدن. عشان كده يعني الكثافة عندنا الحالات أصبحت زحمة كثير جدا عندنا الحالات، والقسم عاد المركز عندنا ما عاد يعني لا يغطي ايش يقولوا السعة السريرية اللي زادت. حاولنا التحدث معه ولكننا كنا نسمع صوته ولا نرى شفته تتحرك بسبب إصابته بخمول في العصب السابع وورم في الغدد اللمفاوية تاركة أثرها ليس على فكه فقط بل وعلامات وندوب تذكره في كل لحظة بهذا الداء الخبيث. السلام عليكم. أنت اسمك نبيل صخر مش؟ كيف حالك يا نبيل؟ الحمد لله تمام. كيفك اليوم تمام؟ بخير اليوم الحمد لله. أنا سمعت أنك يا نبيل تدرس صف سادس صح؟ أيوه. كيف الدراسة تمام؟ دراسة تمام، درسنا مدرسة نشوان. مدرسة نشوان ما شاء الله منصورة. أيوه. إيش من سادس كم؟ ألف ولا باء؟ لا سادس الرابعة. طيب يا نبيل انت ما شاء الله سمعت ابوك يتكلم عليك كذا، وابوك يحبك كثير يعني قال انت يعني كنت تلعب جمباز وتلعب حركات ايش اللعب رياضي. اللي كنت تلعب انت؟ كنت رياضي. كنت رياضي ما شاء الله. فين تعلمت رياضة؟ عندي تحب الرياضة في البيت انت تسويها ولا في المدرسة؟ لا مش اللي من اللي علمك الرياضة؟ علمنا النادي. فين ايش المكان؟ نادي الشيخ. نادي الشيخ عثمان. ما شاء الله. وايش من رياضة انت تحبها؟ من بعد ما شاء الله. نبيل يعني اليوم انت تحب ابوك كثير ولا كثير؟ مين الاكثر الاب ولا الام تحبهم؟ لا الاثنين. الاثنين سوا. طيب واخوك الصغير؟ اخوك الصغير ما شاء الله يعني ليش ما تعلموا الرياضة؟ لا هذا صغير. ليش؟ هذا صغير. طيب والالعاب الجمبازيه شي حاجه يعني واحد عارف لها والله. تمام. الله يحفظك يا نبيل ويعطيك ربي الصحه ان شاء الله والعافيه، وان شاء الله يا رب تكون يعني في المستقبل لا امهر واعظم بطل الجمباز في الجمهوريه اليمنيه ان شاء الله. نبيل انت ايش تطمح تكون في المستقبل؟ ايش تحلم تكون في المستقبل؟ تكون يعني دكتور، تكون مهندس، تكون طيار، ايش؟ تكون استاذ ولا تكون بطل جمباز؟ ايش تكون؟ دكتور. طموحك انك تكون دكتور. ما شاء الله. ليش تيجي تكون دكتور؟ عشان اعالج وطني. ما شاء الله. انت عندك حلم انك تعالج وطنك الكامل. حلم جميل ما شاء الله، وهذا شيء طيب. وطيب الوطن يحتاج إلى علاج صح؟ صح. المواطنين، إخوانك، جيرانك، أسرتك صح ولا لا؟ فعلا. مشان كذا أنت حلمت أنك تكون طبيب و... هالشي صرنا عالق وطني، هالشي شغل ليش وهون دي الحالة. جميل. إن شاء الله الله بيحقق لك هذه الأمنية إن شاء الله، وإن شاء الله تكون طبيب، وطبيب كبير مش طبيب طبيب، طبيب كبير إن شاء الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ويحفظك ربي إن شاء الله لأبوك وأمك بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
بادئ البدء أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين الركام جاء هذا البرنامج للامس معاناتكم. كنا في حلقات مضت في ركام مرضى الفشل الكلوي، وانتقلنا من ركام مرضى الفشل الكلوي إلى ركام مرضى السرطان، ولكن ما بين الركام كثير، وأزماتنا كبيرة، وأدواؤنا كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسخرنا أن نؤدي رسالتنا في إعانتكم ماديا ومعنويا توعويا وعمليا. الدور الذي يقوم به إخوانكم في الكويت، كويت الخير، كويت الإنسانية، وكويت العطاء، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، عبر الجمعية الكويتية للإغاثة ولجنتها الصحية وتنفيذ صندوق إعادة المرضى الكويتي، الاهتمام بإخوانهم في اليمن، الاهتمام بمرضاهم، بسطائهم، فقرائهم في مختلف الأمراض. ولكن توجيهاتهم السامية فيما مضى من أيام كانت تركز بشدة على مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي، وتمت عدة لقاءات واجتماعات بين كثير من الفاعلين في هذا المجال من أطباء وجمعيات، بهدف الوصول إلى نتيجة مرجوة وبذل الوسع واستفراغ الجهد في الانتباه والعناية بهذه الشريعة، شريعة مرضى السرطان، سواء كانوا في صنعاء أو في عدن، في حضرموت أو في تعز، فكلهم أبناء وطن واحد، وكلهم إخوة لنا في الدين وإخوة لنا في الوطن. نسعى بإذن الله سبحانه وتعالى للتخفيف من معاناتهم ببذل الجهد، توفير الأدوية الذي هي غالية الثمن صحيحة، ولكن أرواحهم أغلى. نبذل جهدنا في توفير وتحقيق مفهومنا من الدواء لعدة أمراض، كذلك مرضى السرطان عموم أدويتهم، وكذلك الأدوية الكيماوية. نبذل جهدنا في المرحلة القادمة كما قد بذلناه في المرحلة الماضية، سنستمر وسنزيد من دعمهم إن شاء الله. كلكم شهر كريم علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين، وشهر كريم على الأعزاء المشاهدين الكرام. طبعا مركز أورام عدن تأسس منذ فترة وبشقيه الأطفال والكبار، وهو يعني طبعا بمعالجة الأورام بمختلف أنواعها. طبعا أورام اللي تصاب بها الكبار والصغار أنواع مختلفة، وعلى ضوء ذلك فيها أنواع كمان الأسباب مختلفة فيها، ولكن لم يثبت إلى الآن السبب الرئيسي والحقيقي وراء الأورام. لكن هناك عوامل عدة ممكن تلعب دور في حدوث ورم لطفل أو كبير أو صغير أو امرأة أو رجال. فالأورام هذه يقول الناس بالعالم بشكل عام أسبابها ممكن تكون أسباب داخلية للمريض نفسه وما يسموها بالجينات، أو أسباب خارجية وما يسموها بالعامل البيئي. بالنسبة للعامل الجيني طبعا قد يكون عامل وراثي غير ظاهر على الإنسان، أو قد يكون عامل وراثي مصاحب له سرطان زي العاهات أو التشوهات، فهذه ممكن تسبب أمراض سرطانية فيما بعد. فهذا الجانب الأول هو الجانب الجيني المختص بالإنسان نفسه. أما الجانب الثاني هو البيئي، فأسبابه مختلفة، قد تكون من بداية من المأكولات اللي يأكلها الإنسان سواء طفل أو كبير أو صغير، أو من العوامل البيئية الأخرى مثل الإشعاعات أو المواد الكيميائية التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية، أو قد يكون سبب العدوى ما يسموه بالعدوى الفيروسية في بعض الأمراض. بالنسبة للكبار أكثر الأمراض التي تكون لها علاقة قوية بمرض السرطان فيها التدخين، فالتدخين سبب رئيسي لأمراض أو سرطان الرئة
وهذا ثبت انه السرطان الرئه له علاقه بالتدخين، ولهذا الى حد معين او لحد كبير تم اثبات ان هذه لها علاقه كبيره. لكن الاشياء الاخرى قد تكون مساعده وقد تكون مجتمعه مع بعضها البعض، بيئيه مع جينيه، ولهذا يكون الاستعداد عند الانسان الجيني مصاحب له ايضا تعرض للعامل البيئي. كن محسنا كن قربهم، اغرس ورودك بينهم، كن محسنا كن قربهم، اغرس ورودك بينهم، وامسح بخيرك دمعهم، يا باغيا قرب الرحيم، كن محسنا كن قربهم، اغرس ورودك بينهم، وامسح بخيرك دمعهم، يا باغيا قرب الرحيم، كن محسنا كن قربهم، اغرس ورودك بينهم. السلام عليكم. كيف حالك يا نبيل؟ طبعا هذا الأخ صخر أبو نبيل، هذا نبيل أحد المصابين بهذا الداء والخبيث، وعمره 13 سنة. هذا الشيخ أبو إسماعيل، طبعا الشيخ أبو إسماعيل هو المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي. الله يحفظك. طبعا جاء ليتفقد طبعا الحالات هذه المختلفة من الأطفال وال سرطان ايش عنده؟ سرطان جوف الدم. ربي يشفي ويعافي. كيفك يا بطل؟ اسمك من؟ نبيل صغر. طبعا نبيل صغر يا شيخ اسماعيل، نبيل اشتي يكون في المستقبل طبيب يعني. قول ان شاء الله. قول ان شاء الله بإذن الله. شهر مبارك وربنا يتقبل منا جميعا ويشفيك ويعافيك، قول امين. الله يحفظك يا نبيل إن شاء الله، والله يعطيك الصحة والعافية. طبعا الكثير من أوجه الخير تكون خلال هذا الشهر الكريم، وصندوق إعانة المرضى الكويتي يهتم بهذه الأمور بالنسبة للعديد من الأمراض المزمنة، ومن بينها هذا المرض الخطير اللي مصاب فيه ابنك. نسأل الله يا أبو نبيل لابنك الصحة والعافية، وإن شاء الله يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوانك في الإغاثة الكويتية صندوق إعانة المرضى الكويتي مؤسسة الإمام الشافعي في عدن، يا يقرؤك السلام ولا بأس طور إن شاء الله. يعني هذا مساهمة بسيطة يعني منهم إن شاء الله، وربنا يتقبل ويفرج علينا وعليكم. طبعا هذا مبلغ بسيط من صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب اليمن، وهذه سلة فيها بعض الاحتياجيات، هدية رمضان يعني، ولد هدية رمضان إن شاء الله، مقدمة من مؤسسة الإمام الشافعي الخيرية التنموية إن شاء الله، تنفعكم إن شاء الله وينفع الله بكم. سامحونا.